الدور حلو قوي بما بي يعني بيوصل معنى جميل. قعدت اتكلمت فيه مع استاذ نور الشريف كتير جدا، اتكلمت في الفيلم عموما. رساله جميله قوي ان احنا عايزين نوصلها. دور انساني قوي، دور برضو بيقول ان في اليهود العرب اللي احنا بنسميه، او اليهود اللي هم ما لهمش دعوه بالصهيونيه وبالحروب وبالناس اللي بتخش تموت، ناس متعاطفين معانا جدا وشايفين ان الفلسطينيين ليهم حق يبقى ليهم دوله وليهم كيان. جاوب هو لوحده عن الحكايه دي بكلمني شكرا، يعني فاهمه اللي هو اجابه جات لك من غير ما تسالي السؤال. كان ممكن تكوني بيسا بدل هيفا؟ كان ممكن طبعا. ان هيفا ما عزمتكيش على فرحها عشان خايفه على جوزها منك؟ لا ما قلتش كده. لا قلت شحن لهاتفها المحمول. نلتي اكبر قدر من انتقاد الحاضرين بسبب ملابسك الساخنه جدا اللي لبستيها في الفيلم، فساتين عاريه الصدر تشبه البيبي دول. في المقابل حضرتي العرض وانت لابسه باحتشام شديد فستان اسود طويل الاكمام.